هناك اليوم بمناسبة مولد النبوي الشريف تأتقية الدرك الوطني، مجموعة الإقليمية للدرك الوطني، قيام بحملة تحسيسية حول مخاطر المفرقعات الألعاب النارية ممثلة من طرف فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بباد. في الليلة تاع المولد كل سنة المولد النبوي الشريف نزور المستشفى، نلقاو الفئة الكبيرة اللي راهي في المستشفى، فئة تاع الأطفال الصغار خاصة تحت العمر، تحت الفئة العمرية تحت 15 سنة. قبيلة تاع المخاطر تشكل على الأولاد الصغار والأولاد كيفاش قد تشكل عليهم خطر كبير، وعلينا وقالوا لنا ألا نشتريها لأنها تشكل خطرا علينا كبير، وعلينا أن نحافظ على سلامتنا. لتجنب حوادث ناجمة عن استعمال المفرقعات والألعاب النارية لشراء مفرقات والألعاب النارية ضخمة. قام المنوطة لفرقة حماية الأحداث للدرك الوطني ببجاية وتكريسا لمبدأ الشرطة الجوارية وتزامنا مع مناسبة المولد النبوي الشريف من السنة الهجرية 1445 هجري، نظمت هذا اليوم 27/9/2023 المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية يوم تحسيسي توعوي لمختلف الأطوار التعليمية ابتدائي متوسط وثانوي عن مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات، مع توزيع مطويات على التلاميذ كونها أصبحت مرتبطة باحتفالات وخاصة إحياء المولد النبوي الشريف. هذه العادة قد تؤدي إلى نتائج وخيمة تصل إلى حد المساس بالسلامة الجسدية أو النفسية للطفل، أين أعطيت لهم بعض النصائح بالابتعاد عن هذه التصرفات السلبية التي تسبب لهم أضرار وخيمة وتشوهات مختلفة وقد تؤدي بهم إلى الموت أحيانا، وتبقى الرقابة الأبوية هي الحل الوحيد لتفادي هذه الأحوال. وفي الأخير نذكر جميع المواطنين بالرقم الأخضر الخاص بالدرك الوطني 1055 وبموقع الشكوى المسبقة للدرك الوطني عبر الإنترنت bbgn.mdn.dz للاتصال او الاستفسار عن اي تساؤلات.